يشتغل اكتف. ايه الشرط اللي يخلي كيو واحد ده يشتغل اكتف؟ ما حفظناه مع بعض. الشرط بتاعي ان لازم ال VDS يكون اكبر من V effective، يعني ال VDS بتاعه VDS واحد اكبر من او يساوي V effective واحد. تعال نفتش ال VDS. هتقول ال VDS تتفكك الى VD ناقص VS اكبر من او يساوي V effective. طب بالراحه، السورس S واحد واصل بالجراوند، يبقى ال VS واحد قيمتها كام يا جماعه؟ ها VS واحد قيمتها كام؟ كيو واحد السورس بتاعه واصل بالجراوند، يبقى VS واحد بكام؟ صفر. ممتاز، يبقى ال VS واحد بصفر. طيب الدرين واصل بمين الدرين؟ ها بالاوتبوت، صح ولا مش صح؟ يبقى ال VD واحد الفولت اللي عليه VD واحد يساوي كام كده؟ ها VD واحد يساوي كام؟ يساوي مين ال VD واحد؟ ال V اوتبوت مش كده؟ لان الدرين واصل على الاوتبوت، يبقى الفي اوتبوت. ممتاز، يبقى احط مكان دي في اوتبوت واحط مكان دي صفر، يبقى اقول الفي اوتبوت ناقص صفر اكبر من او يساوي في افكتيف واحد، يبقى الفي اوتبوت اكبر من او يساوي في افكتيف واحد. تمام، يعني الفي اوتبوت اكبر من او يساوي الفي افكتيف واحد. حسبناها بكام؟ الفي افكتيف واحد حسبناها توه كان قيمتها 0.466، حسبناها في المطلوب اللي فات، حسبناها في المطلوب مش عارف رقم كام. تمام 0.466 هجيبها لكم انا فين في اهي اهي في افكتيف واحد اهي يا جماعه، حسبناها في المطلوب رقم 5. تمام 0.466، يبقى احط مكان دي 0.466. طب لما اقول في اوتبوت اكبر من الرقم ده، يبقى معناها الفي اوتبوت مينيمم ولا ماكسيمم؟ يعني لما اقول لك الفي اوتبوت اكبر من 5، يبقى الخمسة ده أقل قيمة ولا أكبر قيمة؟ رد عليا يا جماعة، ها لما أقول لك في أوتبوت أكبر من 5، لا لما أقول أكبر من 5 يعني تزيد عن الخمسة، يبقى الخمسة ده إيه؟ أقل حاجة، صح كده؟ يبقى مينيمم، يبقى معناها الفي أوتبوت مينيمم تساوي 0.466، ده أول حاجة. طيب ده حق الترانزستور كيو 1 خلصناه، نروح نشتغل على الترانزستور كيو 2، نرد هنا نقول له طيب عشان كيو 2 يشتغل أكتف الشرط بتاعي، الشرط بتاعي ان ال VDS بتاعه، لا بس Q2 بي مصفت ولا انه مصفت؟ Q2 بي مصفت ولا انه مصفت؟ بي، يبقى نقول ايه؟ ما نقولش VDS، نقول VSD، يعني نقول VSD2 اكبر من او يساوي VEffective2. نفتش دي، يبقى VS2 ناقص VD2 اكبر من او يساوي VEffective2. طيب ناخدها حته حته. اولا السورس فوق، السورس S2 وصل عليه منه، السورس وصل عليه منه VDD صح مش كده؟ S2 وصل عليه منه VDD. طب ال VDD قيمته كام عندنا؟ مثلا عندنا ال VDD قيمته كام؟ اهو ال VDD مديني قيمة ال VDD 3 فولت. خلاص، يبقى اذا ال VDD قيمته 3 فولت، يبقى ال VS2 قيمته 3 فولت. طب ال VD2 فين ال VD2 يا جماعة؟ اهو قيمته كام ال VD2؟ ها مين يقول ال VD2 قيمته كام؟ مين شاطر يقول لي VD2 قيمته كام؟ اوتبوت شطار، يبقى ده ال V اوتبوت. يبقى اذا 3 ناقص ال V اوتبوت اكبر من يساوي V effective 2. V effective 2 حسبتها انا على حسب الرقم اللي طلع معاك، انا ال V effective 2 مثلا طلعت معايا 0.577، يبقى نقول له دي 0.577. نودي ال V اوتبوت الناحيه اليمين ونودي الرقم ده الناحيه اليسار، يبقى ال V اوتبوت اقل من او يساوي 3 ناقص 0.577، يبقى اقل من او يساوي، حسبنا الرقم ده، يبقى ال V اوتبوت اقل من هتطلع كام؟ هتطلع 2.423. اذا ال V output دي الرقم ده اقل قيمة ولا اكبر قيمة؟ لما اقول لك ال V output اقل من 2، يبقى معناها الاثنين ده اكبر قيمة ولا اقل قيمة؟ لا ماكسيمم، ماكسيمم زينب، لان انا بقول لك اقل من الاثنين، يبقى اذا ايه الاثنين ده اكبر قيمه ممكن اوصل لها، لكن ايه يصير اقل، يبقى الفي اوتبوت دي ماكسيمم قيمتها 2. فهمنا كده موضوع الماكسيمم هنا وازاي بنطلعه؟
بس خلاص هو ده الحل اللي انا كاتبه هنا. تمام اوكي. ندخل بقى على الاديشنال اساينمنت. خلاص اللي جاي سهل بقى، احنا فهمنا الكونسبت كده. الاديشنال اساينمنت يا جماعه هنتكلم فيه دلوقتي على الكوماند درين امبليفاير. هنتكلم على الكوماند ايه درين امبليفاير، يعني الرسمه دي كوماند درين. تقول له عرفت ازاي ان كوماند درين؟ الحل دزيته بالجروب يا نوره. اوكي الحل موجود بالجروب. تمام طيب مين يقول لي دلوقتي مين اللي شغال امبليفاير من غير ما انا اكتب؟ يلا مين شاطر يقول لي؟ انا عندي 3 ترانزستور كيو 1 وعندي كيو 2 وكيو 3، مين يقول لي مين امبليفاير فيهم؟ كيو 1 ولا 2 ولا 3؟ شطار كيو 1. ليه؟ لان كيو 1 عليه انبوت وعليه ايه؟ وعليه اوتبوت، فاذا كيو 1 هو اللي شغال امبليفاير. الحل ده كله هو بي دي اف واحد فيه الاثنين مع بعض يا جماعه. ماشي يعني البي دي اف واحد اسمه اي سي اندرسكور 2 اللي انا دزيته بالجروب، فيه كل اللي انا بشرحه دلوقتي، فيه حل الاسايمنت 1 وحل الاسايمنت 2. اوكي طيب لا كيو 3 مش امبليفاير يا زهراء، اللي شغال امبليفاير هو كيو 1 لان هو اللي عليه الانبوت. وضحت؟ كلير؟ اوكي اوكي طب كيو واحد عليه انبوت وعليه اوتبوت هو اللي شغال امبليفاير، طب نوعه ايه الامبليفاير ده؟ مين يقول لي؟ كومن سورس ولا كومن درين ولا كومن جيت؟ والسبب؟ كومن درين. ممتاز. ليه؟ لان هنا طبعا هتقول لي ادي كيو واحد الدرين ده بي موسفت ولا ان موسفت؟ كيو واحد كيو واحد ان موسفت ولا بي موسفت؟ ان موسفت. ممتاز. ليه؟ لان السهم تحت يبقى ان موسفت. اوكي يبقى فوق الدرين درين واحد وتحت سورس واحد وادي الجيت واحد عند الانبوت. اوكي فالانبوت على الجيت والاوتبوت من على السورس، يبقى الدرين ما عليهوش انبوت ما عليهوش اوتبوت، يبقى ده كومن درين. ده اول حاجه عرفناها في الرسم. اوكي طب ايه اللي احنا محتاجين نعرفه في الكومن درين ده؟ اولا طبعا الكرنت اللي بيمشي على اليمين اسمه اي دي واللي على اليسار اسمه اي بايس. علاقه الاي دي بالاي بايس ميرور، فين الميرور يا جماعه؟ اهي مش دي الميرور؟ يبقى كيو 2 وكيو 3 دول سمبل ميرور. فايدتهم ايه السمبل ميرور دول؟ فايدتهم انه يعطوني الكرنت اي دي اللي بيشغل الامبليفاير كيو 1. طيب ايه علاقه الاي دي بالاي بايس؟ دبليو 2 على دبليو 3. طبعا الامبليفاير زي ما اتفقنا محتاجين نعرف فيه كام شغله، محتاجين نعرف شغلتين، شغله اول شغله الار اوتبوت، ثاني شغله الجين. الار اوتبوت بيساوي ايه؟ هتقول لي ينبص فوق ينبص تحت، ينبص فوق ينبص ايه؟ تحت. طب الحته دي فيها تريك بسيطه نفهمها مع بعض عشان نبقى شطار. نوره بتقول ايه؟ كوز ذا في انبوت ات ذا جيت اند في اوتبوت ات ذا سورس. شاطره يا نوره ما شاء الله. تمام طيب عايزين نجيب الار اوتبوت. الار اوتبوت اتفقنا انك انت وانت جاي كده تبص طالع فوق وتطالع تحت. مبدئيا لو طلعنا تحت كيو 2 عادي ولا دايود؟ يبقى انا عايز اطلع قانون الار اوتبوت صح؟ خلينا نطلع تحت الاول ونقول بارلل لما طالع فوق، نكتب هنا اللي تحت ونكتب هنا اللي فوق. يلا تحت ترانزستور عادي يعني ناخد منه ايه؟ كيو 2 عادي، يبقى ناخد منه ار دي اس ولا واحد على جي ام؟ العادي نقول ار دي اس، اما الدايود نقول واحد على جي ام بارلل مع واحد على جي اس. عادي يبقى هاخد منه ار دي اس، يبقى اقول ار دي اس 2. طيب اللي فوق كيو واحد عادي ولا دايود؟ كيو واحد عادي ولا دايود؟ هو الواضح يا جماعه ان كيو واحد عادي صح؟ الله ينور، هو واضح انه عادي بس هو مش عادي. تقول لي ازاي؟ اقول لك انا. المفروض لما تيجي تطلع على الار اوتبوت، لما تيجي تطلع على الار اوتبوت تعتبر الفي دي دي جراوند وتعتبر الفي انبوت جراوند. يبقى لما نيجي نطلع على الار اوتبوت بنعتبر ان الفي دي دي جراوند وبنعتبر ان الانبوت ايه؟
جراوند. ايه السبب؟ لان انا بعمل حاجه اسمها اي سي اناليسيس، فالفي دي دي يكون جراوند. تقول لي طيب ما الفي انبوت اي سي ليه حطيته جراوند؟ لان وانا بطلع الار اوتبوت في قاعده اللي هي قاعده 7 ان دي، يقول لك خلي الفي انبوت شورت سيركت، يعني خليه جراوند. يعني ده قاعده اسمها قاعده 7 ان. المهم ثبتها في مخك، وانا بطلع الار اوتبوت بعتبر الفي دي دي والانبوت جراوند. طب لما يكون لما دي يكون دي جراوند ودي جراوند، مش معنى كده ان دول صاروا نقطه واحده؟ يبقى دول صاروا نقطه واحده. كلير ولا مش كلير؟ كلير ولا لا؟ كلير، ممتاز. تقول لي طب استفدت ايه لما الاثنين دول نقطه واحده؟ اقول لك استفدت كتير. بص معايا، ده النقطه دي هي الدرين بتاع كيو واحد، يعني ده درين واحد، والنقطه دي هي جيت واحد، يعني كده الدرين والجيت واصلين ببعض. طالما واصلين ببعض الدرين والجيت، يبقى دايد ولا عادي؟ الدرين والجيت واصلين ببعض، دايد ولا عادي؟ الدرين والجيت واصلين ببعض يبقى ايه؟ دايود. يبقى اخد واحد على جي ام برر مع واحد على جي اس. اقول يبقى هنا واحد على جي فوق، واحد على جي ام برر مع واحد على جي اس. اللي فوق اسمه كيو واحد، وبقول واحد على جي ام واحد برر مع واحد على جي اس واحد. فهمتوا قانون الار اوت؟ بتطلعته شلون او طلعته ازاي؟ كله فاهم القانون بتاع الار اوت وطلعته ازاي؟ طيب حاجه تانية، الجين بقى، الجين ليه قانون ثابت اهو. الجين تحفظه كده، مش تحفظه، موجود في الفورمولا شيت اهو. نروح للفورمولا شيت اخر صفحه تحت. احنا قلنا ان دي الرسمه اللي في النص هي الكومن ايه، الرسمه اللي في النص هي الكومن درين اهو. الجين اهو، هذا القانون بتاعه جي ام 1 على سيبك من الطريقه دي وسيبك من دي، سيبك من دي، تقول لي على طول. وبعدين جايين هنا، ادي قانون الجين. في مشكله الجي دي اس هي مقلوب الار دي اس، خلاص يعني مجرد قانون وهنعوض تعويض مباشر. تقول لي اوكي. طب تعالى نشوف ايه المساله اللي في الاديشنال اساينمنت. ادي الحل بتاع الاديشنال اساينمنت. هتلاحظ ان انا ايه بكتب كده شرح، ها، ولما بلش احل تلاقيني كتبت ايه، كتبت سوليوشن. اوكي طيب نسكر اساينمنت 2 خلاص، نروح للاديشنال اسيسمنت. الاديشنال اسيسمنت ايه اللي فيه؟ طيب نقرا مع بعض السؤال ونشوف ايه اللي مختلف وايه اللي مشترك. يلا يا جماعه، consider the MOSFET amplifier circuit shown in the figure below where I bias يساوي 50 مايكرو. ال I bias عندي 50. حد عنده مختلف؟ 100. اوكي ممتاز. The transistor channel is L بستة من عشرة. ها مين عنده ال L مختلفة؟ أهم حاجة ال L، مين عنده ال L مختلفة؟ ما الـ assignment 2؟ السؤال رقم 6؟ طب ويت ويت نفتحه. طيب يا فهد لحظة، while keeping the correct function. اه نفسه بالظبط يا فهد. اوكي مش مختلف ولا حاجة، هو الكلام مختلف لكن الإجابة نفسها. اتفقنا يا فهد؟ واضح؟ الكلام عندك في السؤال رقم 6 في assignment 2 مختلف الكلام، بس الإجابة هتبقى نفسها بالظبط. واضح؟ اوكي. طيب تعالى نرجع بقى ايه؟ نرجع للسؤال بتاعنا في question additional assignment. طيب ال additional assignment بيقول عندك موسفيت امبليفاير. بص يا جماعه، هو مديك الاي بايس ال ال بستة من عشرة. حد عنده ال ال مختلفة؟ حد عنده ال ال مختلفة؟ تمام الحمد لله، كلنا نفس ال ال. طيب ال W2 ب 40 وال W3 ب 40، حد عنده ال W مختلفة؟